خلال جولته التفقدية، رئيس الوزراء يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها الدولية وينفي تباطؤ برنامج الطروحات. الحوار الوطني يعلن انطلاق فعالياته الأربعاء المقبل مع التأكيد على عدم وجود خطوط حمراء في الجلسات. الخارجية تعلن انتهاء عملية الإجلاء من قاعدة وادي سدنة بالسودان لاعتبارات أمنية، وتطالب المصريين المتواجدين بالقاعدة بمغادرتها. 9 مساء في القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد ما عليها من التزامات دولية، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للحفاظ على التزاماتها. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش زيارة لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، أكد مدبولي أن الدولة المصرية شغلها الشاغل هو الصناعة والزراعة. تفقدنا 3 مصانع كبار. الـ3 مصانع دول الشيء اللي يدعو للسعادة والفخر ان هم طبعا مش فقط ان هم بينتجوا للسوق المحلي، وده هدف مهم جدا، ولكن ايضا جزء كبير جدا من انتاجهم بيبقى الغرض التصدير. وده في ضوء التوجه الكبير جدا اللي الحكومة حريص عليه، واللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اكدوا إن الدولة المصرية في الفترة دي شغلها الشاغل وأولويتها الأولى قطاعات الإنتاجية زي الصناعة والزراعة. قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة أقرت المرحلة 6 من رد أعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه. وأشار رئيس الوزراء إلى أن خلال الفترة القادمة سيتم تغطية كل أعباء الصادرات. قرينا مرحلة 6 من رد أعباء الصادرات أو الأرقام المتأخرة للأعباء الصادرات، ودي هتبقى بقيمة 10 مليار جنيه، هنتحها في خلال الفترة الجاية على طول علشان تغطي القيم الدعم الصادرات للشحنات اللي قام بيها المصنعين والمصدرين لغاية 31 ديسمبر من العام الماضي 22. دي تعتبر كده المرحلة 6 من رد الأعباء المتأخرة. كما أكد مدبولي أن زيادة الصادرات هي مسألة أمن قومي لمصر ويأتي على رأس اهتماماتها، وأشار إلى أن هناك برنامجا ل3 سنوات بقيمة 30 مليار جنيه. الحكومة الحقيقة عملت برنامج مهم جدا كبرنامج جديد هيستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي القادم، وهو أن هيبقى عندنا برنامج، وده تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية، هيبقى لمدة 3 سنوات بضوابط محددة ثابتة، ويمكن حطينا أول عام منه العام 23-24 ما يقرب من أو 30 مليار جنيه دعم صادرات، على الرغم من الأزمة الكبيرة جدا اللي العالم كله بيمر فيها، واللي حضراتكم عارفين بالتأكيد مصر النهاردة وكل تركيزنا على ترشيد الإنفاق وإن إحنا إزاي نحافظ على انضباط الموازنة، ولكن كان التأكيد أن قضية دعم الصادرات وزيادة صادراتنا دي قضية أمن قومي. وعن القطاع الزراعي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تحفيز الفلاح على زراعة محاصيل استراتيجية، وأشار إلى أنه تم رفع حافز توريد إردب القمح من 1250 جنيه إلى 1500 جنيه. عشان نبدأ نشجع ونحفز الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ابتدينا نتكلم على موضوع الزراعات التعاقدية، وإن احنا نلتزم كدولة بأرقام محددة. ويمكن آخر شيء مهم جدا إن أنا حابب أقوله هو اللي حضراتكم أكيد تابعتوه برفع يعني حافز توريد الأردب من القمح من 1250 اللي كان مقر إلى 1500 جنيه. احنا النهاردة فقط الدولة المصرية مخصصة 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلي. كما بعث رئيس الوزراء بتحية للقوات المسلحة التي بفضلها تجنبت مصر اضطرابات شديدة وصعبة، مشددا على ضرورة وقوف المصريين جميعا ضد محاولات التشكيك في الدولة وفي مؤسساتها. وطالب رئيس الوزراء المواطنين بضرورة التركيز على بناء الدولة والعمل للخروج من الأزمة الراهنة التي تواجه العالم. أرجو أن احنا
نقف كلنا كمصريين وننظر إلى ما يحدث حولنا. ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن اللي احنا موجودين فيها. وعايز هنا أقف وأحيي قواتنا المسلحة. هذه الدولة ربنا منعم عليها بالاستقرار والأمن بسبب هذه المؤسسة العريقة العظيمة الوطنية اللي ما عندهاش أي مصلحة ولا أي أهواء ولا أي انتماءات إلا للوطن. وأعتقد لو بصينا برضو حوالينا من غير ذكر أي أسماء بنشوف مدى إن نتيجة لأن قوة هذه المؤسسة في مصر وقدرتها إنها تحفظ أمن هذه الدولة، الحمد لله مصر بتتجنب اضطرابات شديدة كانت ممكن تبقى نموذج إحنا تبقى عندنا، وأصعب بكتير في دولة فيها 100 مليون وأكتر. أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان افتتاح الحوار الوطني الأربعاء القادم، مشيرا إلى أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، بما يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين. أكد المنسق العام للحوار الوطني عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني، لافتا إلى أن اختيار مجلس الأمناء يعكس تمثيل المجتمع المصري كما يعكس التوازن، مشيرا إلى عدم إصدار أي قوى سياسية أو حزبية بيانا حول رفض الاشتراك في الحوار، بما يشير إلى حالة من الإجماع بشأن الحوار الوطني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. دكتور، يعني بداية انطلاق للحوار الوطني بشكل رسمي الأربعاء القادم ولا خطوط حمراء كما أعلن المنسق العام للحوار الوطني، إذن توقعاتك بشأن ما سيخرج به هذا الحوار وشفافيته
فيما يتم التباحث فيما بين الأطراف المشاركة فيها؟ يعني فيما يتعلق بالشفافية هناك يعني قواعد عديدة أقرت من داخل مجلس الأمناء لضمان شفافية الحوار، وكما أعلن السيد المنسق العام أنه لا توجد خطوط حمراء فيما يتعلق بالقضايا. والعودة إلى أجندة الحوار سواء فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية وهي 19 قضية تتوزع على المحاور الثلاث السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بالإضافة إلى القضايا التفصيلية التي سيتم مناقشتها داخل كل لجنة من هذه اللجان، تشير بشكل واضح وصريح على أنه لا يوجد خطوط حمراء، وأن كل القضايا التي تشغل المجتمع سواء والقوى السياسية أو القوى الاقتصادية والمجتمعية والتي تشغل المواطن والتي تشغل الأسرة المصرية، كل هذه القضايا يعني نجدها موجودة بشكل واضح في أجندة الحوار، سواء فيما يتعلق بالقضايا 19 أو فيما يتعلق بالقضايا التفصيلية التي زاد عددها عن 100 قضية فرعية. فهذا يشير إلى أنه لم تكن هناك خطوط حمراء فيما يتعلق بتحديد القضايا التي سوف يتناولها الحوار أو فيما يتعلق بأجندة الحوار بشكل عام. فيما يتعلق بالمخرجات، بالتأكيد هذه المخرجات يعني هناك تفاؤل كبير بأن هذا الحوار بالنظر إلى الجهد الذي بذل من جانب مجلس الأمناء والقوى السياسية المنضوية في هذا الحوار طوال الشهور الماضية، كلها تشير إلى أن هناك توقعات بأن الحوار الوطني سوف ينتج عنه مخرجات شديدة الأهمية، سواء فيما يتعلق بالقضايا التي تشغل المجتمع بشكل عام أو فيما يتعلق بالقضايا التي تشغل القوى السياسية. وهذه المخرجات يعني ستتوزع بين توصيات تحتاج إلى يعني قرارات تنفيذية أو تحتاج إلى سياسات عامة أو تحتاج إلى يعني إجراء تعديلات أو يعني تشريعية، كل هذا يعني يشير إلى أن هناك يعني حالة ترقب والطريقة التي صنعت بها أجندة نعم. الحوار إلى أي مدى تتوقع تنوع في هذه المخرجات في ظل اشتراك كافة الأحزاب السياسية وعدم تنحي أي طرف عن هذا الحوار أو الإدلاء بما يراه من وجهة نظر بشأن إيجاد مصلحة عامة للوطن بشكل عام؟ يعني أعتقد سيكون هناك تنوع شديد في هذه المخرجات بالنظر إلى تنوع القضايا التي سيتم مناقشتها داخل لجان الحوار الوطني المختلفة، بالإضافة إلى تنوع أيضا القوى المندمجة في الحوار الوطني. هذه القوى ليست قوى سياسية فقط، لكن هناك يعني بجانب القوى السياسية وبجانب منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، لكن هناك أيضا قوى اقتصادية وقوى مجتمعية والمتخصصين والخبراء. يعني كل هؤلاء، هذا التنوع الشديد في المشاركين في الحوار الوطني بالتأكيد سينتج عنه تنوع مماثل في طبيعة المخرجات، أخذا في الاعتبار أيضا تنوع القضايا وتعددها، كل هذا بالتأكيد سينعكس على المخرجات المتوقعة للحوار الوطني. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينغ داو للتشاور بشأن الأزمة الراهنة في البلاد. هذا وقد استعرض الجانبان خلال الاتصال الجهود المبذولة من أجل تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان تأسيسا على المبادرة المصرية الجنوب سودانية، والتي تم الاتفاق عليها خلال الاتصال الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سالفا كير في 16 من أبريل الجاري. من جانبه أكد شكري أن مصلحة الشعب السوداني الشقيق تظل هي الشغل الأساسي والهدف من وراء جهود البلدين. تتابع وزارة الخارجية عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان. كما تهيب وزارة الخارجية بالمصريين الموجودين في السودان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن للتوجه إلى مناطق التجمع المحددة، لافتة إلى تعديل تلك المناطق لتشمل القنصلية العامة المصرية في بورت سودان ومعبر قسطل ومعبر أرقين.
وأكدت وزارة الخارجية على انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سدنة نظرا للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني، مطالبة المتواجدين حاليا في القاعدة بمغادرتها في أقرب فرصة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها. يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية نجاح مصر في إجلاء 6399 مواطنا مصريا حتى الآن من السودان، وذلك منذ بدء الاشتباكات العسكرية هناك. هذا ويشهد معبر قسطل الحدودي تدفق نازحين من المعارك الدائرة في السودان. ويشهد المعبر الحدودي مرور العبارات التي تقل حافلات محملة بالعائلات السودانية عبر النيل إلى داخل الحدود المصرية. أعلنت السلطات السعودية إجلاء 4738 شخصا من بينهم 65 إيرانيا، وذلك ضمن رعاية 96 دولة من السودان. وأشارت السلطات السعودية إلى أن هناك سفينة سعودية تنفذ أكبر عملية إجلاء من السودان. من جانبه قال القائم بأعمال السفارة الصينية في الرياض يان هيار إن السفينة التي رست في ميناء جدة أجلت 1100 مواطن صيني على مدار يومين. كما أعلنت وزارة الخارجية اليمنية إجلاء دفعة ثانية من الرعايا اليمنيين في السودان، حيث انطلقت سفينة الركاب من ميناء بورت سودان إلى جدة. كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة إجلاء مواطنيها اليوم ومواطني دول أخرى وحالات إنسانية من السودان جوا. وقالت الإمارات إن طائرة تقل نحو 128 شخصا قد هبطت في العاصمة أبوظبي على متنها رعايا بريطانيون وأمريكيون. وأكدت الإمارات أنها ستستضيف رعايا الأجانب حتى يتسنى نقلهم إلى بلدانهم. كما أعلنت الخارجية الأمريكية أنها نظمت اليوم قافلة لإجلاء مواطنين أمريكيين وموظفين محليين، مشيرة إلى أن القافلة وصلت إلى مدينة بورت سودان تمهيدا لإجلائهم خارج البلاد. أعربت دولة فلسطين عن شكرها وتقديرها لمصر رئيسا وحكومة وشعبا على جميع التسهيلات التي قدمتها في استقبال المواطنين الفلسطينيين العائدين من السودان واحتضانهم وتأمين نقلهم إلى وجهتهم. يأتي ذلك فيما أوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن السلطات المصرية تعاملت على تسهيل وصول 200 مواطن فلسطيني إلى معبر رفح قادمين من السودان. هذا وقد أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بجهود مصر في تسهيل عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان، معربا عن تقديره الكبير لهذا العمل الإنساني. كما أكد العسومي أن البرلمان العربي ضد أي تدخل خارجي يزيد من الأزمة في السودان. كما شدد رئيس البرلمان العربي على أن الجهود العربية ستكون بلا شك لمصلحة السودان. وعود إلى معبر أرقين الحدودي الذي يتواصل العمل فيه لتسهيل عبور العائدين من السودان من المصريين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة. وللمتابعة انضم إلينا على الهواء مباشرة من المعبر مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، اطلعنا على الصورة لديك وآخر التطورات. رامي، هل تسمعني؟ تحياتي لك ولكل متابعينا من معبر أرقين البري الحدودي، وفي متابعة لحركة إجلاء المواطنين من الأراضي السودانية سواء من المصريين والسودانيين ومن أصحاب الجنسيات الأخرى رعايا العديد من الدول، نتحدث عن استمرار هذه العملية وأيضا استمرار معها الخدمات اللوجستية التي تقدمها الدولة المصرية من جهود كبيرة لأكثر من مؤسسة وأجهزة. ولو تحدثنا عن وفود
يقود العديد من المواطنين بتجاوز أكثر من 6000 مصري، ونتحدث أيضا عن أكثر من 16000 من المواطنين السودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى بأكثر من 50 دولة تم إجلاء الرعاية الخاصة بهم من خلال الإجلاء البري، من خلال معبر أرقين الذي يتواجد به الآن أو معبر قسطل أو من خلال الإجلاء الجوي. نتحدث عن جهود كبيرة من هذه الجهود، قيام الهلال الأحمر المصري بمساعدات الطبية عن طريق الفرق الطبية المتحركة وأيضا المراكز الإغاثية الثابتة، وأيضا قيام هيئة الموانئ والبرية والجفة بزيادة الأطقم الإدارية لتسهيل عملية المرور وأيضا التوافد والتأكد من أوراق التوثيق والتأشيرات، وقيام وزارة النقل الممثلة في هيئة السكك الحديدية وأيضا التنسيق الكبير مع محافظة أسوان في توفير الشاحنات والحافلات التي تقل المواطنين من المعابر إلى أماكن التمركز سواء محطات الأتوبيس أو محطات القطارات، والتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لتنظيم حركة القطارات الخاصة بمحافظة أسوان سواء القادمة أو الذاهبة منها. هذا المشهد الكبير يدل ويؤكد على قيام الدولة المصرية بجهود بمختلف المؤسسات والأجهزة لاستقبال الوافدين سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم، وأن معبر أرقين البري الذي يتواجد به الآن يعد البوابة الكبيرة لكل هؤلاء ولكل من يرغب في القدوم إلى مصر بعيدا عن الأراضي السودانية والاشتباكات هناك. عودة إليك مرة أخرى. أشكرك جزيلا على الهواء مباشرة من معبر أرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرت إن قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات، وأشار كذلك إلى أن الطرفين أقرا بأن الصراع الذي اندلع منذ أسبوعين لا يمكن أن يستمر، مضيفا أن طرفي النزاع رشحا ممثلين عنهما للمحادثات التي اقترح أن تقام إما في مدينة جدة السعودية أو في جوبة بجنوب السودان. هذا ولم يعلن المبعوث الأممي موعدا محددا أو جدولا زمنيا لإجراء المحادثات السودانية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ما وصفه بالصراع من أجل السلطة في السودان غير مقبول وغير مبرر، مؤكدا أن الشعب السوداني يطمح إلى قيادة سياسية مدنية. وفي تصريح تلفزيوني شدد غوتيريش على ضرورة إنهاء الصراع والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان وعودة البلاد إلى الحوار والاستقرار لتمهيد الطريق نحو الانتقال الديمقراطية. كما نوه غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة لن تتخلى عن السودان، وأنها ستعمل جاهدة على توفير الظروف الأمنية الملائمة وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني في ظل الظروف الحالية. هذا وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم تبادلا لإطلاق النار وقذائف مدفعية رغم استمرار الهدنة ومع دخول المعارك في البلاد أسبوعها الثالث. هذا وأعلن الجيش السوداني أن قواته تعمل طبقا لما هو مخطط لها، مضيفا أنه أحبط ما قال بأنه محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بالقوة. وفي بيان له أوضح الجيش السوداني أنه يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتمكين الشرطة وبقية أجهزة الدولة السودانية من استئناف عملها وعودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مطالبا قوات الدعم السريع بالتوجه إلى أقرب منطقة عسكرية والانضمام لصفوف القوات المسلحة السودانية. إلى ذلك، حضر مدير الطوارئ في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شرق إفريقيا سراف شاكوك من تفاقم أزمة إنسانية في السودان في ظل استمرار الصراع بين الأطراف السودانية، وطالب بممارسة الضغط دبلوماسيا لإيقاف الصراع والتنسيق من أجل إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية.
أرى أنه من المهم للمضي قدما أن تضمن الجهات المانحة وجود تمويل إنساني متاح لتوسيع نطاق الاستجابة بسرعة كبيرة وتلبية احتياجات السكان، وأن يكون التمويل المتاح مرنا ويمكن استخدامه بسرعة دون أي شروط، وأيضا أن يكون المانحون قادرين على تمويل الاستجابات التي نحاول تقديمها في مناطق مجاورة ومنها تشاد جنوب السودان، حيث ينتقل الكثير من الأشخاص من السودان إلى الإقامة مع توقع حصولهم على المساعدات الإنسانية الأساسية عبر الحدود. انتهت اللجان الأربعة الدائمة للبرلمان العربي من اجتماعاتها لمناقشة العديد من القضايا استعدادا لانطلاق الجلسة العامة الرابعة للبرلمان، وناقشت اللجنة السياسية والأمن القومي أزمة النزاع في السودان وتوحيد كلمة الشعب السوداني، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في الصومال واليمن والملف الليبي وجهود العراق في كسر الجمود في سوريا. استعدادا لانطلاق الجلسة الرابعة العامة للبرلمان العربي، انتهت اللجان الأربع الدائمة للبرلمان من اجتماعاتها لمناقشة العديد من قضايا المنطقة العربية، حيث ناقشت اللجنة السياسية والأمن القومي أزمة النزاع في السودان وتوحيد كلمة الشعب السوداني، بالإضافة لمناقشة الأوضاع في الصومال واليمن والملف الليبي وجهود العراق في كسر الجمود في سوريا. اللجان الدائمة الأربع قد اجتمعت اليوم بحث عدة مواضيع مختلفة، سواء اللجنة السياسية طبعا ناقشت كثير من المواضيع على رأسها الوضع في السودان الشقيق، وطبعا تم التوافق على إصدار بيان في الجلسة العام إن شاء الله غدا، إضافة إلى تم بحث مواضيع سياسية على مستوى الدول العربية سواء اليمن أو ليبيا أو بعض الدول العربية. اجتماعات لجنة السياسات والعلاقات الخارجية والأمن القومي تضمنت عدة محاور، ومن أهم هذه المحاور الوضع في السودان والخطر الذي يهدد المنطقة جراء النزاع الحاصل في جمهورية السودان. واصلت اللجان اجتماعاتها، حيث ناقشت اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان التحديات التي تواجه قضية حقوق الإنسان في المنطقة وبعض القوانين الاسترشادية، بالإضافة للجنة الاقتصادية التي ناقشت أزمة تغير أسعار الصرف وقضية الأمن الغذائي والمائي، فضلا عن اجتماع اللجنة الاجتماعية والثقافية التي ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة باللغة والتدريس والأسرة وبعض القوانين الاسترشادية. ناقشنا مجموعة قضايا، وأما تقرير حقوق الإنسان الخامس للعام 22 حول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، مشتمل على التحديات الموجودة. موضوعات هامة انتهت اللجان الأربع بالبرلمان العربي من مناقشتها لعرض توصياتها على الجلسة الرابعة العامة للبرلمان لاتخاذ القرارات المناسبة تجاه هذه الموضوعات وتوحيد عمل البرلمانات العربية للتكاتف والوصول لعمل عربي متكامل يضمن استقرار المنطقة. محمود جميل، التلفزيون المصري. شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على ضرورة مراعاة حصة بلاده المائية، وقال الرئيس العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بالعاصمة الإيرانية طهران إن العلاقات بين العراق وإيران ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير، مرحبا بالتطور في العلاقات بين إيران والسعودية. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن بلاده لديها مصالح مشتركة وتسعى لزيادة التبادل التجاري مع العراق. قال مصدر عسكري سوري إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم بصواريخ إسرائيلية استهدفت نقاطا في محيط مدينة حمص وأسقطت بعضها. أضاف المصدر العسكري أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي أسفر عن إصابة 3 مدنيين واشتعال محطة غاز واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات. متواصلون معكم في نشرتنا وفيها
غدات تهديد أوكراني بشن هجوم مضاد الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي بالقرم يتعرض لقصف يسفر عن اختراق خزاناته للمنتجات النفطية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العاملة في شرق وجنوب أوكرانيا تمكنت من تدمير مسيرات أوكرانية في خاركيف ودونتسك وزابوريجيا. وفي مدينة سيفاتبول اشتعلت النيران في خزان وقود في منطقة خليج الخوازق بالمدينة جراء استهداف بطائرة مسيرة أوكرانية. وضع متأزم هذا الذي تمر به أوكرانيا في ظل استمرار العملية العسكرية في وقت تسعى فيه موسكو لمواصلة التقدم والسيطرة على أراضي جديدة في ظل محاولات من كييف لاستعادة ما فقدته. على الصعيد الميداني في دونيسك كشفت مصادر عسكرية روسية أن قواتها تحقق تقدما كبيرا في مدينة مارينكا وفي طريقها للسيطرة عليها. وفي عدة مناطق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها العاملة في شرق وجنوب أوكرانيا تمكنت من تدمير مسيرات أوكرانية في خاركوف ودونيسك وزابوريجيا، كما أسفر القصف الروسي عن مقتل عدد من الضباط. من جانبها حشدت روسيا آلافا من جنود الاحتياط لتعزيز مكاسبها الإقليمية في شرق وجنوب أوكرانيا، حيث لا تزال تسعى لاستكمال السيطرة على دونباس الحوض الصناعي التاريخي لأوكرانيا. وفي مدينة سيفاستوبول اشتعلت النيران في خزان وقود في منطقة خليج القوزاق بالمدينة جراء استهدافه بطائرة مسيرة أوكرانية. وفي المقابل تواصل الدول الأعضاء في الناتو وشركاؤها دعم أوكرانيا بدبابات قتالية وآليات مدرعة أخرى حسبما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ. من جانبه رحب وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بوصول مدافع سيزار إلى بلاده مرسلة من الدنمارك دون أن يحدد عددها. قطعت الكهرباء عن 5 قرى روسية على الحدود مع أوكرانيا بعد قصف أوكراني في وقت سابق من اليوم. وقال حاكم منطقة بلغورد المتاخمة لأوكرانيا بجنوب غرب روسيا إن خطوط الطاقة تضررت في القرى 5، مشيرا إلى أن السلطات تعمل على إصلاح الخطوط وإعادة الكهرباء إلى تلك القرى. وتشهد المنطقة هجمات خلال العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ أكثر من عام على أوكرانيا. هذا واندلع حريق كبير في مستودع للنفط في سيفاستوبول الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم بعد هجوم بطائرات مسيرة. وأوضح حاكم سيفاستوبول أن أكثر من 10 خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40,000 طن كانت مخصصة ليستخدمها أسطول البحر الأسود الروسي دمرت في الانفجار، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات. يأتي الهجوم غدا إعلان كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المضاد واسع النطاق شرفت على نهايتها، ولم يصدر أي تعليق من الكرملين بهذا الشأن، ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم. قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرات إلى ممثلي بولندا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وصفة تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه غير مقبول. أضافت الخارجية الأوكرانية أن هذه القيود لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة، مشيرة إلى أن هناك أسسا قانونية كاملة للاستئناف الفوري لصادرات السلع الزراعية والأوكرانية إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا، فضلا عن استمرار الصادرات دون عوائق إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. We'll be right back.
أفادت مصادر حكومية هندية بتوقف وصول توزيعات أرباح بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار لأربع شركات هندية مقابل حصصها في أصول نفطية روسية بسبب مشكلة في المدفوعات ناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. وأشارت مصادر مسؤولة بالحكومة الهندية إلى عدم توفر قنوات مصرفية متاحة لتوزيعات الأرباح التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دولار و 400 مليون دولار، وذلك منذ العام الماضي بسبب استبعاد روسيا من نظام الدفع العالمي سويفت. أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس أن حكومته اتخذت خطوات هامة لخفض الدين الوطني وجذب الاستثمارات وخلق وظائف جديدة ودعم الأسر، وأن البلاد تحتاج إلى البقاء على هذا المسار لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن التضخم ليس ظاهرة يونانية فقط، وهناك ضغوط يعاني منها المواطنون، مشيرا إلى أن الحكومة دعمتهم من خلال خلق حيز مالي. During the recent energy crisis. So were it not for above average growth, we would not have the fiscal space. نددت وزارة الخارجية الروسية بما اعتبرته بانتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية من جانب السلطات البولندية، ووصفت الخارجية الروسية قيام السلطات البولندية بمصادرة مبنى لمدرسة روسية في وارسو بالعمل العدائي، محذرة من عواقب الإجراء. وأكدت موسكو أن هذه الخطوة لن تبقى دون رد وستنعكس على مصالح بولندا في روسيا. حذرت كيم يونغ جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن الاتفاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الردع النووي ضد بيونغ يانغ لن يؤدي إلا إلى خطر أكثر فداحة على حد تعبيرها. وأوضحت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أن بلادها مقتنعة بضرورة تعزيز برنامجها للردع النووي، مشيرة إلى أن إصرار سول وواشنطن على إجراء التدريبات المشتركة ونشر المزيد من الأسلحة النووية في المنطقة يدفع بيونغ يانغ للدفاع عن نفسها بصورة أقوى وبما يتناسب مع مستويات التهديد. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول من أن أي هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي لنهاية نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون. جاء ذلك بعدما تم توقيع إعلان واشنطن بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. قرر الجيش الأمريكي منع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل باستثناء المهام الأساسية، وذلك بعد تحطم أربع مروحيات خلال شهر واحد. وأمر الجنرال جيمس ماكنوفيل رئيس أركان الجيش الأمريكي بتجميد الطلعات الجوية بعد حادثين سقط فيهما قتل الخميس في ألاسكا وأواخر مارس في ولاية كنتاكي أسفرا عن مقتل 3 أشخاص و9 أشخاص على التوالي. وأضاف أن هذا القرار يمنع جميع طياري الجيش من الطيران باستثناء المشاركين في مهام أساسية إلى أن يكملوا التدريب اللازم، وأن الجيش سيراجع إجراءات الموافقة وإدارة المخاطر وبرنامج التدريب على صيانة الطيران وتوحيد تدريب الأطقم الجوية وإدارتها ومسؤولية الإشراف. ذكرت وزارة الخارجية الأرمينية أن أرمينيا وأذربيجان ستعقدان جولة جديدة من المحادثات في واشنطن غدا
لمحاولة تطبيع العلاقات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية إن وزير خارجية بلادها سيكون في واشنطن غدا في زيارة عمل، مشيرة إلى أن التخطيط للجولة القادمة من المباحثات بشأن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين لمناقشة أزمة جيب ناغورنو باخ المتنازع عليها. انطلق اليوم موسم الصيد في المسطح المائي لبحيرة البردويل والتي تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ذات السمعة العالمية. يأتي ذلك بعد إغلاق استهدف إتاحة الفرصة لتوالد وتكاثر الأسماك ونمو حجمها، علاوة على استكمال أعمال التطوير لتحقيق مردود اقتصادي وبيئي وغذائي. ها هي تنطلق من المرسى، تغزو بحيرة البردويل من مرسى الترول في افتتاح أول موسم الصيد. مراكب تحمل على ظهورها صيادين يسعون للقمة الحلال تحت شعار هو الأشهر والأصدق في عالم الصيد، رزقنا والرزق على الله. في تطوير داخل بحيرة البردويل، تطوير بالتنسيق مع هيئة قناة السويس. التطوير ده بيشمل تطوير البواغيز اللي هو وسيلة اتصال البحر بالبحيرة. بنبتدي بالقنوات الشعاعية داخل البحيرة، في قناة شعاعية رئيسية، قنوات بتصل حتى المراسي بالكامل. الغرض من التطوير دوت اللي هو تحسين بيئة بحيرة البردويل. بنوجه تحية شكر وتقدير إلى الوزارات المعنية اللي مشاركة معانا في تطوير بحيرة البردويل وتطوير الصياد، مش تطوير البحيرة بس، تطوير البحيرة وتطوير الصياد. تطوير الصياد تلبية مطالبه الملحة اللي هو بيحتاجها، وعلى وجه الخصوص التأمينات الاجتماعية. بطول يصل ل 92 كيلومترا وعمق 6 أمتار وأكثر من 1200 مركب تتحرك في الصباح الباكر من 3 مراس على مسطح البردويل، التلال، إغزيوان، النصر، ويعودون آخر النهار محملين بأنواع مختلفة من الأسماك مثل الدنيس والأروس وموسى والجمبري والكابوريا. موسم الصيد بأمر الله، يعني إن شاء الله باين عليه كويس وممتاز، إن شاء الله ربنا يكرم كده ونشوف الخير إن شاء الله إحنا والجميع الناس كلها إن شاء الله. في أول شهر 5 كده بنفتح موسم الصيد، بحيث يكون الزريعة طبعا وصلت للحجم المناسب لصيدها، ويكون طبعا الشباك مناسبة لي يعني إنها تصيدها، لأن ما ينفعش ننزل غز الأضيق في بداية الموسم، لازم يكون الغز المناسب لصيد الأسماك. سمك أغلبيته بنزل من البحر من 15/5 وانت طالع، بياخد معاك من 5 من 6 7 8 9 10 لغايه شهر 10، ده بيبقى فيه الانتاج كتير ان شاء الله. يعني والجودة طبعا سمك البردويل ده غني عن التعريف، يعني سمك مميز. ما يقرب من 3000 صياد فضلا عن العمالة المعاونة لهم ينتظرون افتتاح هذه البحيرة، وذلك بعد إغلاق استهدف إتاحة الفرصة لتكاثر الأسماك ونمو حجمها، علاوة على استكمال أعمال التطوير لتحقيق مردود اقتصادي وبيئي وغذائي. البحيرة الأهم في شمال سيناء، البردويل تعود للحياة مرة أخرى بأبنائها الصيادين بعد توقف دام لعدة أشهر بهدف استعادة نظام بيئي متوازن الذي يساعد على التنوع والجودة في إنتاج المحصول السمكي. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا هبة حسين، شكرا إيمان منصور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة من شاشة القناة الأولى. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 73.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 37.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 وبنسبة ارتفاع قدرها 98.7%. كما أظهرت البيانات بلوغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.1 مليار دولار خلال عام 2022، وقد سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان 260.8 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليابان نحو 888.5 مليون دولار خلال عام 2022.
بدأت محافظة دمياط استقبال محصول القمح من المزارعين في 9 شوان وصوامع على مستوى المحافظة تتبع البنك الزراعي ومطاحن شرق الدلتا ومضرب أرز الزرقاء، وقد بلغ إجمالي المساحة المزارعة في هذا العام من القمح 31,000 فدان، وقد تم توريد 212 و339 كيلوغرام مع سداد مستحقات المزارعين وفقا للأسعار التي أعلنت عنها الوزارة للأرداب. احنا فتحنا اللجنه هنا اسعار الارداب 23,500 جنيه، ال 23,475، ال 22,500، وان شاء الله بدايه الموسم موسم مبشر بالخير ان شاء الله. احنا هنا مسهلين كل الامور للسنه دي، ما فيش اي معوقات للفلاحين ان هم يسلموا المحصول بتاعهم، وان شاء الله خير الموسم. توقعت وزارة الفلاحة المغربية أن يصل محصول الحبوب للعام الحالي إلى 5.51 مليون طن بزيادة تصل إلى 62% عن العام الماضي. أوضحت الوزارة أنها تتوقع حصاد 2.98 مليون طن من القمح اللين، و1.18 مليون طن من القمح الصلد، و1.35 مليون طن من الشعير. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها الرسمية بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت تراجع إنتاج النفط الخام في الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود. هذا وقد صعدت العقود الأجلة لخام برنت التسليم يونيو 1.5% لتصل إلى وتسجل 79.54 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 2.7% ليصل إلى 76.78 دولار للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 92% لتسجل 2.37 دولار للتر. أما ارتفاع الغاز الطبيعي فقد وصلت قيمته بنسبة 2.34% ليسجل 2.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال كلاوديو ديسكالاتي الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية إيني إنه لا يتوقع حدوث أي صدمات كبيرة في أسواق الطاقة في هذا العام. وأضاف ديسكالاتي أن واردات الغاز الروسي هبطت إلى الصفر تقريبا بفضل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية والعقود الجديدة مع عدد من الدول الإفريقية. كانت شركة إيني الإيطالية قد أعلنت أن صافي ربحها في الربع الأول من العام الجاري هبط بنسبة 11% على أساس سنوي، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والغاز. انتهت هذه الوقفة مشيري الكرام في أخبار المال والأعمال، نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا مع هبة وإيمان. شكرا جزيلا لك مصطفى. تساؤلات كثيرة تدور في أذهان المكسيكيين جعلتهم بين مؤيد ومعارض لمشروع قطار المايا الشهير الذي يمر بمنطقة غابات. قد يسبب إنشاؤه خلال هذه الفترة ضررا كبيرا للحياة البيئية. وحتى الآن لم يستطع الخبراء تحديد التكلفة الحقيقية لإنشاء خط القطار، وهل ستتوقف عند التكلفة المالية أم سيمتد أثرها لتنال من منطقة من أقدم وأعرق غابات العالم. معضلة كبيرة تواجهها الدول النامية في رحلة هدفها تحقيق التوازن بين التقدم التنموي والمسؤولية البيئية. المكسيك تلك الدولة الغنية بغطاء من الغابات يعد من الأهم في العالم، وبحضارة المايا الضاربة في عمق التاريخ تواجه مشكلة بعد إعلان الحكومة اعتزامها إنشاء مشروع سكة حديدية يعرف باسم ترين مايا. المشروع الذي تبلغ تكلفته 9.8 مليار دولار بطول 1500 كيلومتر هو واحد من أكثر المشروعات طموحاً، إلا أنه يقطع رقعة يصل عرضها إلى 14 متراً وسيمر ببعض النظم البيئية الأكثر تميزاً في العالم.
وتقول الحكومة إن المشروع سيوفر اتصالا حديثا بالمناطق المحرومة، وهو ما سيوفر منافع اقتصادية كبيرة لأجيال قادمة. على الجانب الآخر، يقول نشطاء البيئة إن المشروع سيهدد الحياة البرية البكر والتضاريس المميزة للمكان. الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز المؤيد للمشروع قال إن المشروع سيؤمن نمط مواصلات صديقا للبيئة للسكان المحليين والسياح على حد سواء، كما سينشط التنمية ويخلق فرص العمل في المناطق المعنية قليلة التطوير. وكان قاضٍ مكسيكي قد وجه ضربة للمشروع حين حكم بتمديد تعليق العمل في المشروع حتى يتضح تأثيره على البيئة، ليعود الموضوع مرة أخرى ليشغل الرأي العام المكسيكي. ونتحول إلى أخبار الرياضة. تعود فيها من جديد إلى مصطفى مزار. تفضل مصطفى. شكرا إيمان وشكرا هبة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في وقفة ثانية نستعرض في أحوال الكرة والملاعب محليا وعالميا. انطلقت بمركز شباب مدينة مطروح فعاليات ختام أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستمر حتى 2 مايو القادم. يشارك في الفعاليات 3000 لاعب ولاعبة يمثلون كافة المحافظات الحدودية، وهي شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد ومطروح. كما يقام على هامش الأولمبياد عدد من الأنشطة الشبابية والندوات الثقافية واللقاءات الحوارية والدورات التدريبية. الأولمبيات والمنافسات في جميع ملاعب محافظة مطروح بكل أنواعها مع التأمين الجيد لها، تأمين طبي وتأمين الملاعب، تأمين من كل الأجهزة التنفيذية المختصة سواء من مجالس المدن، من الكهرباء، من المية، الإسعاف، كل ده متوفر تماما وموزع على جميع الملاعب. إن شاء الله تكون يعني منافسة شريفة بين أبناء وشباب المحافظات الحدودية. يخوض فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بعد قليل مواجهة قوية، حيث يحل ضيفا على فريق الرجاء المغربي الحسابية بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق الفوز على استاد القاهرة الدولي بهدفين دون رد. يتطلع أبناء القلعة الحمراء إلى تجاوز عقبة الرجاء على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء لمواصلة المشوار في البطولة الإفريقية التي يحمل الأهلي فيها الرقم القياسي في الفوز بها برصيد 10 ألقاب. في لقاء آخر يلتقي فريق الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائرية على ملعب رادس بالعاصمة التونسية. كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الترجي خارج ملعبه بهدف مقابل لا شيء، ومن المقرر أن يلتقي الفائز بمجموع اللقاءين في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي والرجاء. هذا وقد حصد نادي صن داونز الجنوب أفريقي تأشيرة التأهل إلى نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد فوز على ضيف شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لهدف واحد. كانت مباراة الذهاب قد جرت على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر وبالعاصمة قد انتهت بفوز النادي الجنوب أفريقي 4 أهداف مقابل هدف واحد. تأهل الأسباني كارلوس الكارز للدور الثالث في بطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد أن تفادى خسارة المفاجئة أمام الفنلندي إيميل روسفاري، حيث تمكن من قلب تأخره إلى فوزه بنتيجة 6-2 و6-4 و6-2. وفي مباراة أخرى صعد الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني إلى الدور الثالث من البطولة الأسبانية بفوزه على الإيطالي أندريا فافسوري 4-6 و6-3. هذا ويتصدر ميدفيديف قائمة اللاعبين الفائزين بالألقاب في الموسم الحالي برصيد 4 ألقاب جاءت جميعها على ملاعب وعلى الملاعب الصلبة، كما حقق 32 انتصارا مقابل 4 هزائم فقط في هذا العام.
انتهت هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى في هذه النشرة مع هبة وإيمان. أشكرك مصطفى. عملاق مصري بزغ نجمه في بداية القرن العشرين رائدا ومؤسسا لفن المسرح ليس في مصر فقط وإنما في الشرق الأوسط. أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الخالدة وتخرج في مدرسته الفنية الفريدة مئات الفنانين وترك علامة فنية بارزة. ظهر في دور الدوق أرثر في فيلم الناصر صلاح الدين ودور الأب في فيلم يوم من عمري. إنه مؤسس المسرح المصري الفنان الراحل زكي طليمات الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده. والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة الأحوال الجوية. مصطفى ميزار في وقفة أخيرة، إليك مصطفى. شكرا هبة وشكرا إيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 25 درجة والصغرى 15 درجة، الجو فيها معتدل. في الأسكندرية 22-16 الجو فيها معتدل، في مطروح 21-16 وفيها الجو معتدل، في بورسعيد 22-15 الجو فيها أيضا معتدل، في إسماعيلية 26-14 الجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 25 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، الجو فيها أيضا معتدل. في العريش 22-13 الجو فيها معتدل، في طابة 22-18 الجو فيها أيضا معتدل، في شرم الشيخ 38-20 الجو فيها حار، وفي الغردقة 28-20 مائل للحرارة بعض الشيء. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 30 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، الجو فيها حار. في أسوان 30 درجة أيضا والصغرى 19 درجة والجو فيها أيضا حار. في الوادي الجديد 29-15 الجو فيها مائل للحرارة. في شلاتين 29-21 مائل للحرارة. وأخيرا في حلايب 26-20 ويكون الجو فيها مائل للحرارة. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
الآن مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لهذه اللقطة، اللقطة الأبرز في هذا اليوم. وفي نهاية النشرة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. خلال جولته التفقدية، رئيس الوزراء يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها الدولية وينفي تباطؤ برنامج الطروحات. الحوار الوطني يعلن انطلاق فعالياته الأربعاء القادم مع التأكيد على عدم وجود خطوط حمراء في الجلسات. الخارجية تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سدنة بالسودان لاعتبارات أمنية، وتطالب المتواجدين بالقاعدة بمغادرتها. ختام نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم، مع يوسف الحسيني. مساء الخير. مساء النور. ازيكي إيمان؟ ازيكي هبة؟ عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ كله تمام؟ قضيتوا أجازة عيد كويسة الحمد لله؟ يعني ما بين شغل وما بين تقضيت للأجازة برضو جميل. يعني قدر الإمكان والحمد طيب لله على السلامة وعايزين نشوف حلقة فيها لياقة عالية بقى أول هوا يا رب بإذن الله. وفي أخبار كويسة، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي وانطلاق الحوار الوطني إن شاء الله الأربع الجاي، يعني خارجين من الأجازات إحنا كدولة بشكل عام بمنتهى النشاط. الله الموفق والمستعان، قولوا آمين. آمين يا رب. أشكركم وأستأذنكم نبدأ فقراتنا.